السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة هنحصد فيها الفول الأخضر. أتمنى قبل ما نبدأ حلقتنا تعملوا اشتراك للقناة أهم حاجة، وثاني حاجة هي تتابعوا معانا خطوات الحصاد، عشان طبعا إحنا أول مرة نحصد يعني الفول بالتفصيل في القناة. إن شاء الله هنوريكم الطريقة وحنشوف إن شاء الله الإنتاج مع بعضنا، ومثل ما قلت لكم لو في اي سؤال كمان اتمنى تكتبوه اسفل التعليقات وتشاهدوا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظوا امامكم هذا الفول الاخضر بعد 5 اشهر من الزراعة، مثل ما تلاحظوا امامكم طبعا يعني بدأ ينضج. لو لاحظنا الاوراق كيف مصفرة مثل ما تلاحظوا امامكم، وهي طبعا علامات نضج المحصول. لو لقينا الفول بهذه الطريقة، لو لاحظنا امامكم يعني النبات يعني جاهز للحصاد. مثل ما تلاحظوا طبعا امامكم الثمار، مثل ما تلاحظوا طبعا الثمار صارت جاهزة للحصاد. مثل ما تلاحظوا امامكم ان شاء الله حنتابع خطوات الحصاد. لو لاحظنا ما شاء الله القرون او الثمار ما شاء الله، طبعا كل الخطوط يعني فيها ثمار. لو لاحظنا امامكم طبعا اهم حاجة هي ان احنا يعني نمسك الحبة من المكان هذا ونعمل هيك. لو لاحظنا امامكم وهذه اول حبة نحصدها، لو لاحظنا امامكم نعمل هيك نفس الطريقة ونحط هون. وطبعا بعد الحصاد ان شاء الله حيتم ازالة كل الفول هذا، ان شاء الله حنبدأ نجهز للمحاصيل الصيفية. مثل ما تلاحظوا امامكم ما شاء الله طبعا نبتتين، لو لاحظنا يعني ما شاء الله النبات نحصد. احنا طبعا حيتم ازالتها مفيش اي مشكلة. لو لاحظنا امامكم وهون طبعا كمان لاحظ امامكم طبعا احنا تابعناه في القناة. اتمنى ترجعوا للفيديوهات السابقة. لو لاحظنا امامكم طريقة الحصاد بهذه، لو لاحظنا الانتاج ما شاء الله ولسه يعني احنا في البداية. لو لاحظنا امامكم حتم ان شاء الله ازالتها. لاحظنا امامكم يعني الفول يعني نبات يعني سهل الزراعة، يعني فينا نزرع في أي تربة في أي مكان ونحصل على محصول جيد. لو لاحظنا أمامكم وإن شاء الله لو كنت يعني تشاهد فينا ومش زارع فول، إن شاء الله يعني الموسم المقبل إن شاء الله حنزرع وممكن إن شاء الله نتابعه مع بعضنا. لو لاحظنا امامكم نعمل هيك بهذه الطريقة. لو لاحظنا ان شاء الله اتمنى تكونوا تشاهدوا. لو لاحظنا
بدون اي مشاكل نعمل هيك. لو لاحظنا امامكم ما شاء الله يعني الانتاج لسه احنا مستمرين في الحصاد ما شاء الله، الانتاج روعة روعة. طبعا توقفنا على التسميد، لو لاحظنا امامكم توقفنا على ايه التسميد لمدة تقريبا شهر ما تلاحظوا امامكم. لو لاحظنا امامكم احنا لسه وسط المحصول، يعني المحصول ما شاء الله لسه ما انتهى، وما شاء الله يعني ناخو كمان ونحط هون. واحنا طبعا لسه ما شاء الله لو لاحظنا امامكم الثمار، ولاحظنا امامكم ولسه مثل ما تكلمت لسه النبات يعني ما شاء الله عامل. ان شاء الله حنحصده ونفرجيكم ان شاء الله المحصول كله، فتابعوا الحلقة للنهاية. لو لاحظنا امامكم ما شاء الله المحصول اللي زرعناه ولسه احنا مستمرين في الحصاد. طبعا انا مش متوقع انه الانتاج بهذه الكمية، يعني سبحان الله ما شاء الله. انا طبعا مبسوط عشان التجربة نجحت معانا وسمدنا وكانت طريقة التسميد صحيحة لغاية الحصاد. مثل ما تلاحظ امامكم المحصول ولسه احنا مستمرين في النباتات اللي موجودة هون، ان شاء الله حنحصدها ونفرجيكم المحصول كامل. طبعا هذا الانتاج الفول اللي احنا طبعا زرعناه ما شاء الله، يعني اتمينا ايه حصاد كل يعني النباتات، بس يعني تركنا نبي يعني ثمار صغيره ان شاء الله حنحصدها بعد ما تنمو، انه هي يعني صغيره مو جاهزه للحصاد. واتمنى تقولوا لي رايكم في التعليقات في يعني المحصول، يعني ما شاء الله يعني كميه هائله من الفول الاخضر اللي احنا تابعناه في القناه وسمدناه واتمينا ريه من الزراعه لغايه الحصاد. مثل ما تلاحظ امامكم النبات، لو لاحظنا احنا طبعا زارعين ثوم، لو لاحظنا امامكم ان شاء الله حنتابع الثوم حنفرجيكم النبات بعد الحصاد. مثل ما تلاحظ امامكم تركنا ايه الثمار الصغيرة، لو لاحظنا امامكم مثل ما تلاحظ لاحظنا امامكم ما شاء الله يعني انتاج جيد. لو لاحظنا امامكم النباتات، لو لاحظنا اتمنى تشتركوا في القناة عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد، واتمنى تكتبوا لي رايكم في المحصول اللي احنا طبعا حصدناه. لو لاحظنا امامكم ما شاء الله، ومثل ما تكلمنا ان شاء الله حنجهز هذه الارض عشان ان شاء الله نزرع فيها المحاصيل الشتوي يعني عفوا الصيفية. طبعا انا متحمس لذلك يعني غلطت في الكلمة. اتمنى في الاخير تشتركوا في القناة وتشاهدوا بقية الحلقات، ولو في اي سؤال اتمنى تكتبوه اسفل التعليقات. ومثل ما قلت لكم هذا هو محصول الفول اللي احنا طبعا زرعناه واهتمينا به لغاية الحصاد. نلتقاكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.